عاد صلى الله عليه وسلم من غار حراء بعد أول مقابلة مع روح القدس مؤذنة بدء تنزل الوحي الإلهي، وقد أخذه الروع وخشي على نفسه، فقال لزوجه خديجة: لقد خشيت على نفسي. فقالت له المرأة العاقلة الرشيدة رضي الله عنها: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فكانت إجابتها جازمة حاسمة مستشرفة لسنة إلهية هداها إليها نظر عقلي ونضج عمري واستقراء تاريخي ومعرفة لصيقة بزوجها الذي عاشت معه سنوات، وخبرت دخيلته وعرفت معدنه، وجاءت كلماتها لتكشف سنة ماضية وقانونا مضطردا، وهو أن أهل النبل والإحسان أبعد عن موارد الخزي وأكثرهم نجاة إذا حلت البلايا والفتن، وإن القرآن لا يعرض لنا لوحة تفيض بالنبل وتفوح بالإحسان. فهاكم مشهدا نبويا آخر لنبي كريم من أولي العزم، مشهد موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين فاستغرب مشهد الفتاتين واستنكره، وذلك لاستقامة في عقله حيث يرى حق الضعيف الرعاية والتقديم وليس الإقصاء والتأخير. فقدم لهم ساقيا ناسيا حاله وسفره الطويل وهجرته من ظالم جبار لا يرحم، ولكنها استقامة الفطرة ونداء الأخلاق. وهذه المشاهد النبوية تنبيك عن نبل أصحابها ومدى حبهم للناس وشفقتهم على الخلق، وقيمتها أنها ترد الحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن، وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر، وتشعرهم أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس، لا بين أظفار ومخالب ونيوب. فانظر حولك إلى من انقطعت بهم سبل الرزق ومد لهم يد العون، أو افتح لهم طريقا لمن يساعدهم، وصل رحمك وأعن كل ذي حاجة، والله لنا ولك بالعون والتسديد.